أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم وجاحدي إمامتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين ساقنا الكلام في المحاضره السابقه في الاسبوع الفائت الى ان نبينا الاعظم صلى الله عليه واله بلغ من مقام العبوديه لله عز وجل ان عبد له جميع خلقه بمن فيهم ملائكته العظام وعلى راسهم جبرائيل عليه السلام نبينا صلى الله عليه واله كان نعم العبد لله كان يأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد، لذا كان حقه أن يأتي جبرائيل إليه عليه السلام عبدا فيستأذن حين يهبط عليه ويريد الدخول عليه، فلما يأذن له يدخل بهدوء ووقار ويجلس بين يدي النبي صلى الله عليه واله جلسة العبد. وذكرت الروايات الشريفة التي ذكرنا بعضا منها في الأسبوع الماضي أن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله لم يشبع من خبز البر قط ثلاثة أيام متوالية. من هنا نحن نسترسل بالكلام فنقول: بعد النبي صلى الله عليه واله ليس ثمة مصداق لمن بلغ هذا المقام من التفاني في الله عز وجل والتواضع لله والخشوع لله والإعراض عن الدنيا ومباهجها والزهد فيها ليس ثمة مصداق أعظم بعد النبي من الوصي الأعظم أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه. وهذا أمر طبيعي فإن علياً هو التلميذ المتفوق في مدرسة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. الذي كان يتبعه اتباع الفصيل لأمه. واتباع الظل لذي الظل. هكذا كان علي تلميذ رسول الله وعبده الأول، فهو القائل لما سئل أأنت أفضل أم محمد؟ قال أنا عبد من عبيدي محمد. صلى الله عليه وسلم. <applause> الله علي محمد. وعلي محمد <applause> علي صلوات الله عليه تلميذ هذه المدرسة فمن الطبيعي أن نجده على هذه الصفة التي تذكرها الروايات والتي تهز الوجدان إحدى تلك الروايات ما رواه الديلمي في كتابه إرشاد القلوب في المجلد الثاني الصفحة 215 وخمسة عشر عن سويد بن غفلة قال دخلت على علي عليه السلام فوجدته جالسا وبين يديه إناء فيه لبن أجد ريح حموضته يعني شنو اللبن حليب يقول دخلت على علي عليه السلام وعند حليب أجد فيه ريح حموضته يعني حليب قديم صاير حامض منتهي الصلاحيه دخلت على علي عليه السلام فوجدته جالسا وبين يديه إناء فيه لبن اجد ريح حموضته وفي يده رغيف ارى قشار الشعير في وجهه الرغيف ايضا رغيف من الشعير ولكن غير منخول الرغيف هذا مع قشارته غير مصفى وهذا يسبب ان يكون الرغيف هذا يابسا عاده هكذا زد على ذلك ان هذا الرغيف كحال ذلك اللبن قديم بايت يقول وفي يده رغيف ارى قشار الشعير في وجهه وهو يكسره بيده شوف هذا الرغيف ايش قد صاير صلب يابس إلى درجة أنه الأمير عليه السلام يضطر إلى كسره حتى ينكسر، وهو يكسره بيده ويطرحه فيه، يكسر هذا الرغيف اليابس اللي مع القشار، يأخذه يكسره ثم يجعله في هذا اللبن الحامض حتى يأكله، هذا أكله عليّ. فقال أمير المؤمنين عليه السلام يقول لسويد بن غفلة الذي دخل عليه، قال ادنو تعال فأصب من طعامنا تعال إكل، فقلت إني صائم، فقال عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من منعه الصيام من طعام يشتهيه كان حقا على الله ان يطعمه من طعام الجنه ويسقيه من شرابها. انا اقول سلام الله عليك يا امير المؤمنين، احد يشتهي هذا الطعام؟ حتى اجيب هذه الروايه امام ذلك الرجل، فطبعا هذا ما مشتهي هذا الطعام. يعني اي طعام هذا؟ ولكن امير المؤمنين عليه السلام يريد ان ينبئنا بنبأ يجيب هذه الرواية في هذا الموقف حتى إحنا نفهم هذه الرواية ونستذكر هذه الرواية قال أمير المؤمنين عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من منعه الصيام من طعام يشتهيه كان حقا على الله أن يطعمه من طعام الجنة ويسقيه من شرابها قال اي قال سويد بن غفله الراوي قال فقلت لفضه خادمه علي والزهراء صلوات الله عليهما قال فقلت لفضه وهي بقرب منه قائمه واكفى بقرب امير المؤمنين عليه السلام ويحك يا فضه الا تتقين الله في هذا الشيخ ألا تنخلين هذا الطعام من النخالة التي فيه؟ شوية ما تتقين الله في هذا الشيخ أمير المؤمنين علي عليه السلام، هكذا تقدمين له الطعام، شوية صفي هذا الطعام من هذه النخالة، شوية حسني هذا الطعام حتى أمير المؤمنين عليه السلام يأكل. قالت بماذا اجابته؟ قد تقدم الينا الا ننخل له طعاما. هو امرنا انا اقدر اسوي هذا العمل ولكن امير المؤمنين عليه السلام امرنا انه لا تنخلوا لي طعاما، لا تصفون لي طعام. امير المؤمنين هنا التفت الى انه ثمه محاورة بين سويد بن غفله وبين فضه فقال ما قلت لها؟ يقول فاخبرته قلت لامير المؤمنين عليه السلام ماذا قلت لفضه؟ فقال وهنا ركز امير المؤمنين ما تعليقه؟ فقال بابي وامي من لم ينخل له طعام ولم يشبع من خبز البر ثلاثة أيام حتى قبضه الله يستذكر أستاذ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنا أقتدي به أنت تطلب من فضة أن تنخل لي طعاما بأبي وأمي ذاك الذي لم ينخل له طعام رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ولم يشبع من خبز البر ثلاثة أيام حتى قبضه الله. هذا علي تلميذ رسول الله صلى الله عليه واله. زين موقف آخر في رواية أخرى يرويها البرقي في المحاسن في المجلد الثاني الصفحة 178 عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قال بين أمير المؤمنين في الرحبة في نفر من أصحابه إذا أهدي له طست خوان فالوذج الطست هو معروف طاسة خوان هذا الشيء الذي كان يوضع تحت الطعام وفي هذه الطاسة على هذا الخوان شنو فالوذج اللي هو فالوذة بس في ذاك الزمان غير شكل كان نوع من أنواع الحلويات الأعجمية فقال لأصحابه أمير المؤمنين قاعد مع مجموعة من أصحابه وأهدي إليه هذا النوع من الطعام، هذا وين؟ في الكوفة. في الكوفة لما كان حاكما، وكذلك الرواية السابقة ترى للعلم حتى واحد لا يتوهم مثلا الرواية السابقة اللي عن سويد بن غفلة أنه كان أمير المؤمنين عليه السلام الحكم ليس بيده، لا الحكم أيضا كان بيده، كان في الكوفة أيضا. أيوة. فقال لاصحابه مدوا ايديكم فمدوا ايديهم ومد يده ثم قبضها. امير المؤمنين مد يده الى الطعام لكنه ماذا؟ قبض يده رجع ما اكل. فقالوا يا امير المؤمنين أمرتنا أن نمد أيدينا فمددناها ومددت يدك ثم قبضتها. فقال: إني ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأكله فكرهت أكله. يقول: تذكرت أستاذي رسول الله صلى الله عليه وآله. ما اكل هذا النوع من الطعام فانا لا اكله كرهت اكله هكذا كان يحاول امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ان يجعل حياته مطابقه لحياه رسول الله صلى الله عليه واله تقديس عجيب كان من قبله لرسول الله صلى الله عليه واله في كل تصرفاته في كل شؤونه حتى في مأكله، في مشربه، في مكوثه يحاول ان يجسد ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه واله لأنه تلميذه الاول عبده الاول كثيره تلك القضايا التي تخص امير المؤمنين عليه السلام في هذا الجانب مثلا لاحظوا امير المؤمنين عليه السلام لما كان يذهب الى العمره او الحج كان يحاول ان لا يبيت بمكه، يخرج الى الاطراف، ما يبات في مكه، ما يبقى في مكه، لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه واله هاجر من مكه، اعرض عن المكوث في مكه والاقامه في مكه، فامير المؤمنين بعد ما يقيم، ومن هنا استفاد الفقهاء كراهه الاقامه في مكه الا بطبيعة الحال لاستثناءات مذكورة في محلها هذا مثلا أمير المؤمنين عليه السلام ما كان يخضب لحيته أبدا لماذا لما كان يز... يسأل كان يقول الخضاب زينة ونحن في مصيبة مصيبة فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وين بعد سنوات بعد سنوات خمسة وعشرين سنة من ارتحال النبي الاعظم صلى الله عليه واله وشهادته امير المؤمنين كان يخضب يمتنع عن الزينه يعتبر هذا الخضاب زينه ونحن لا نزال في مصيبه فقد النبي صلى الله عليه واله فانا ما اقبل ما اقبل على نفسي وهكذا يتحدث لما يقدم له طعام بابي وامي بابي وامي من لم ينخل له طعام ولم يشبع من خبز البر ثلاثة أيام حتى قبضه الله. إني ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأكله هذا الصنف من الطعام فكرهت أكله. هنا لا بأس بأن نفرع. نقول هنالك جانب آخر يجعل يجعلنا نفهم لماذا امتنع امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام عن هذا الطعام هذا الفالوذج ما هو السبب؟ طبعا لا على وجه التحريم هو ليس محرما ولكن تستطيع ان تقول انه مكروه في الجمله او مرجوح في الجمله بعباره ادق هناك جانب آخر وهو هذا وقد يكون عجيبا عند بعض الناس حين يسمعونه للوهلة الأولى الجانب هذا بينه كذلك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى تلك الرواية تجدونها في المحاسن أيضا في المجلد الثاني الصفحة مئة وثمان وسبعين عن طلحة بن زيدٍ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم ويطعموا أطعمة العجم فإذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذل. هذا الامر قد يكون عجيبا عند بعض الناس انه ما تاثير اللباس والاكل في العزه والذله؟ لا له تاثير له تاثير هذا الطعام الذي قدم الى امير المؤمنين عليه السلام من جهه يعرض عنه لانه لم يتناوله رسول الله صلى الله عليه واله، من جهه اخرى هو من اطعمه العجم فما ياكل، لماذا؟ درءا لان تضرب عليه الذله والعياذ بالله، شوفوا ايها الاخوه هذه المساله تحتاج الى اسهاب وتفصيل ولكن لا يسعنا ان نفصل الان هذا الان ليس موضوع حديثنا في هذه الليله ولكن هكذا اشارات هكذا اشارات شوفوا اللباس الطعام وما شاكل من انماط المعيشه هذه بمجموعها تشكل مفردات لثقافه ما لحضاره ما حضاره مجتمعيه ما ثقافه اجتماعيه ما كل شعب كل امه اذا تلاحظون لها انماط من اللباس من الطعام من السلوك من المحاورات الى ما هنالك أنت إذا أردت أن تحافظ على هويتك، على ثقافتك، على حضارتك، فعليك بأن تحرص ألا تستورد هذه المفردات ما أمكنك، بالمقدار الذي تستطيع لا ترتدي لباس الغير ارتدي لباسك بالمقدار الذي تستطيع لا تاكل اكل الغير كل اكلك بالمقدار الذي تستطيع لا تتحدث بلغه الغير بلهجه الغير تكلم بما انت عليه ارجع الى اصولك الاسلاميه نحن حين تركنا هذا او تساهلنا فيه ها انتم ترون ها انتم ترون كيف نحن نعيش عموما في ذله امتنا الاسلاميه امه ذليله اليوم هذه حقيقه لا بد من الاعتراف بها لا تقل هذا مجرد لباس لا يا اخي اللباس يجر ما وراءه، انت تشوف ابنك يروح يلبس الان لباس الغربيين او لباس الشرقيين او لباس اي امه غير مسلمه، وبعد ذلك ماذا؟ هو بس شكله يتغير، ثقافته تتغير، فكره يتغير حتى طريقه المصافحه ما ادري شايفين بعض الشباب او لا عندهم طرائق من المصافحه هي الطرائق الرائجه عند المراهقين الغربيين. عادة تشوف هذا الشباب هو يبدا بمصافحه من هذا النوع، لكن بعدين يتحول الى شاب فاسد. شيء جر شيء بعد، شيء طبيعي. في البدايه يقص شعره على طريقتهم. بعدين شو يسوي؟ يلبس على طريقتهم. يأكل من على طريقتهم يتحدث على طريقتهم فينسلخ من هويته وثقافته وحضارته خلاص ماكو بعد إسلام يصير يعتبر نفسه جزء من تلك الثقافة من ذلك المجتمع من ذلك العالم لاحظوا هذه المسألة أنتم الآن اللي موجودين الموجودين هنا كم واحد منكم لابس لباس إسلامي أو عربي معدودين على الاصابع، البقيه كلكم لابسين البسه الكفار ما شاء الله، كلكم طبيعي طبيعي ليش؟ لانه اصبحتم خاصه مع وجودكم في هذا البلد، اصبحتم جزءا من الثقافه الرائجه في هذا البلد، من اسلوب المعيشه واللباس والكلام وحتى الاكل وما اشبه الرائج في هذا البلد. هذا الامر يجعل ماذا؟ تسربات ثقافيه تصل الينا، ويا ريت تتوقف عند مجرد انماط المعيشه، انماط الاكل، انماط السلوكيات مثلا، لا، تتعدى ذلك الى الاعتقادات، تتعدى الى الاعتقادات، يعني هذا الامر يجر وراءه انحرافات أحيانا عقدية وهي أخطر بكثير من الانحرافات السلوكية أخطر بكثير لابد من حملة لتشجيع الشباب لتشجيع الشابات وتبدأون بأنفسكم حملة للحفاظ على هويتنا حتى في الشكل حتى في الأكل هذا كله مطلوب تأسيا برسول الله تأسيا بأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما شنو المانع الواحد في مثل هذه البلاد حتى في هذه البلاد يقوم يلبس لبس المسلمين لباس المسلمين يلبس دشداشة ويروح على شغلة يروح أي مكان سواء كان يدرس بالجامعة يدرس مثل أو يشتغل مثلا أو يروح لأي, لأي عمل من الأعمال خاصة كثير من الأعمال ما تتطلب يعني هذا اللباس هذه الدشداشة مثلا لا تعوق ذلك العمل لا واحد يفكر هكذا منا إحنا, نف... إحنا نفكر في عقلنا الباطن هالشكل نفكر نشوف إشارات أنه لا إذا أنا لبست دشداشة رحت في وسط هذا المجتمع قد أنا أحتقر أو قد تنظر إلي نظرة سلبية مثلا أبدو مختلفا يكون مختلفا شنو المانع صير مختلف وهذا الامر للعلم اول ما يتوجه يتوجه الى رجال الدين ترى. المفروض رجال الدين الشيعه في هذا البلد يحرصون على زيهم الديني لما يخرجون في الشوارع ويذهبون الى الاسواق ويذهبون الى الدوائر الرسميه وما شاكل. ليش صاير اللباس الديني فقط لما يذهب الى المسجد او الحسينيه؟ وبعد ذلك لا يترك اللباس في البيت. روح اي مكان احنا هالشكل مسوين وما وجدنا شيئا اطلاقا يعني ما وجدنا شيئا سلبيا لماذا نحن دائما نحاول ان نتطبع بطبيعه الاخر مو لازم خذ من الاخر ما تستفيد منه نعم هذا صحيح خذ من الاخر ما وصل اليه من علوم من تكنولوجيا مثلا ولكن ليس معنى ذلك أن تأخذ من الآخر حتى لباسه شوف أنت الغربي لأنه يستشعر في نفسه عزة النفس وأنه أعلى حضاريا منك لما هو يأتي إلى بلادك يلبس لباسك ما يسويه محافظ على لباسه عمرك شفت غربي إلا النادر جداً انه ياتي الى مثلا بلا الى العراق مثلا او الى الخليج يقوم يلبس دشداشه مثلا عنده عقد عمل في الخليج كثيرين موجود من الغربيين اذا تلاحظون يروحون للخليج عندهم عقود عمل لكن يلبس لباسه الطبيعي ياكل من اكلهم نادرا يحافظ ان يأكل يحاول ان ياكل ماذا اكله يحافظ حتى على لغته يحافظ على كل انماطه كل انماط المعيشه والسلوك يحافظ عليها. اما احنا العكس، اذا واحد منا يسافر من الشرق الى الغرب من اول يوم يلبس لباسهم وياكل اكلهم ويتكلم حتى على الاكسنت اللهجه مالتهم يعني تاره واحد يقدر هم يتكلم مثلا بلهجة ما لا يحاول أن يجعل نفسه واحد منهم مئة بالمئة ليش؟ لأنه يستشعر في نفسه الذلة هذا واقع أكرر عليك الحديث الشريف مو من باب قومي إحنا دا نتكلم ليكون واحد يفهم القضية عرب وعجم نتورط مو القضية هكذا شوفوا كان امير المؤمنين عليه السلام يقول لا تزال هذه الامه بخير ما لم يلبسوا لباس العجم ويطعموا اطعمه العجم فاذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذل قلت لا واحد يفهمها من باب قومي قضية عرب عجم مو القضية هكذا القضية ناظرة إلى ماذا إلى استيراد الثقافات الدخيلة العجم في ذلك الزمان كانوا حديثي عهد بالإسلام أمير المؤمنين عليه السلام أراد أن يكبح جماح المسلمين أن يتوغلوا في تلك الثقافة حديثة العهد بالاسلام فيستوردوا منها حتى نمط المعيشة، طريقة اللباس، طريقة الاكل. هسه اذا واحد يناقش يقول مثلا في هذا الزمان لا كراهة ولا مرجوحية لان العجم والعرب كلهم اصبحوا مسلمين. قدماء وصار هنالك ما نستطيع ان نسميه تصاهر بين الثقافات، مزيج الان كثير من الاكلات والالبسه وما اشبه صارت ماذا؟ مزيج، فنستطيع ان نقول ان هذه الكراهه قد زالت او هذه المرجوحيه قد زالت، يعني لا يضربنا الله بالذل اذا اكلنا فالوذه مثلا. ما يضربنا بالذل ان شاء الله. واحد يقدر يناقش هكذا. يقدر يقول هذا صحيح، خاصة مثلا إذا يجيب مثلا روايات من طرف آخر يستطيع أن يجعلها في قبال هذه الطائفة من الروايات، مثل الروايات التي تتحدث عن أنه خير الألبسة مثلا ما كان بلباس قومك، مضمون الحديث. يعني تحاول تشوف شنو قومك؟ ماذا صار عندهم؟ لباس الرائج تلبس مثلهم. فهذول اللي من العجم مثلا لباسهم الرائج هكذا يلبسون هكذا مع انه الان عموما العجم حتى لباسهم مستورد مثل العرب ما شاء الله الكل لباسه مستورد الكل لباسه مستورد اجمالا لكن اذا افترضنا نفترض هكذا انه حتى لو كان لدينا شعب غربي مثلا باكمله صار مسلما نفرض الشعب الانجليزي صار كله مسلما وبعد تقادم السنين تزول الكراهه في ان يلبس الانسان لباسهم اذا كان منهم باعتبار خير الالبسه ما كان بلباس قومك فهذا بعد قومي صار هو انجليزي مسلم ابا عن جد خلاص انتهت القضيه يلبس مثل لبس قومه ماكو اشكال لا يضربه الله بالذل ياكل اكلهم هذا كله يمكن المناقشه به نعم اقول هذا يمكن ولكن في الوضع الحالي غير صحيح يعني امير المؤمنين عليه السلام اذا في ذلك الزمان كان يحث على ترك اطعمه العجم حتى لا تضرب هذه الامه بالذل ماذا لو راى امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام في زماننا هذا هذه الامه تاكل ماكدونالد مثلا حتما تضرب بالذل حتما اصلا هذا المكدونالد هو شنو هو رمز للثقافه الامريكيه هذا معروف شعار ماكدونالد هويه ماكدونالد رمز للثقافة الأمريكية وللعلم كل هذه الأكلات هاي الوجبات السريعة وما أشبه كلها مرض كلها ترى مرض كلها تسبب التخمة تسبب مشاكل وتسبب حتى سرطان دراسات موجودة لأنه أكل سريع التحضير ليش واحد يأكل من هذا النوع من الطعام ليش شبابنا يروحون وراء هذا النوع من الطعام تستهويهم الثقافة الغربية وطريقة الأكل الغربي وبعدين يتكلمون نريد العزة ونريد الرفعة وهذا من أسباب الانحدار الثقافي أمام الآخر لا تأكل مكدونالد يا أخي هي إيه وقفت على قضية مكدونالد أكل أكل المسلمين وهو أفيد وهو أفضل وهو أنفع أكل أكلك اللي أنت معتاد عليه ليش تروح تأكل من أكل الغير فليمتنع الشباب عن هذه الوجبات السريعة وما أشبه هسه فتحنا جبهة جديدة مع ماكدونالد تورطنا قد فتحنا جبهات على أطراف كثيرة هسه ماكدونالد هم ما يرضون عنا يقوم يهاجموننا يصدرون بيان أنه لا تسمعون ترى كلامه هذا عميل هذا عميل مطعم بهشت مو لله قايل هذا الحكي هذا عميل من تلك الجهة الله يعيننا الله يعينه. (ألا وإن لكل مأموم إماماً يقتدي به ويستضيء بنور علمه) هذا من كتاب أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة الموجه إلى عامله على البصرة عثمان بن حنيف الأنصاري. رضوان الله تعالى عليه لما بلغه أن عثمان بن حنيف دعي إلى وليمة فأجاب أمير المؤمنين اعتبر هذا خطر ليش تقبل وليمة من قوم لأنك أنت حاكم البصرة داعينك مداعينك لله هؤلاء غنيهم مدعو وعائلهم مجفو فراح أرسل لك كتاب طويل يحذره انه اياك تكرر ترى هذا الشيء وبعدين شو يقول له؟ الا وان لكل ماموم اماما يقتدي به ويستضيء بنوره، الا وان امامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه وزره ورداء، يقول هذا انا لباسي فقط. الا وان امامكم قد اكتفى من دنياه بطم بطمريه ومن طعمه بقرصيه. هذان القرصان رغيفان: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. كلمات عظيمة. تبين هذا العملاق في الزهد تلميذ مدرسة الرسول الأعظم صلى الله عليه واله ربيب الرسول الأعظم صلى الله عليه واله يمضي في كتابه فماذا يقول؟ يقول ولو شئت لاهتديت إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز حرير ولكن هيهات ان يغلبني هواي ويقودني جشعي الى تخير الاطعمه. تخير الاطعمه في قاموس امير المؤمنين عليه السلام نوع من الجشع، تصدق؟ احنا ما نتمكن، احنا اذا يوميا ناكل نفس الاكل حتى لو دجاج وتمن وخوش اكل، اذا يوميا ناكل ما نتحمل. لازم نتخير الأطعمة، أما عند علي هذا جشع، لا اكتفيت بماذا؟ بطمري وقرصي، لبن حامض، وخبز يابس، يحتاج إلى كسر حتى يأكله علي، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي الى تخير الاطعمه ولعل بالحجاز او باليمامه من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع. هكذا كان. زين احنا ما نتمكن، شو نسوي يا امير المؤمنين؟ الا وانكم لا تقدرون على ذلك، ولكن اعينوني. بورع واجتهاد وعفة وسداد واحد يحرص على أنه أكل يصير حلال بالفعل حلال هسه هذا بالله عليك اللي يأكل مكدونالد وغير مكدونالد هذا يعني مطمئن أنه هذا حلال يعني بينه وبين ربه يستشعر هكذا يثق بهذه بهؤلاء حتى يأكل هذه الأطعمة وهذا الحرام لما تأكله وإن كان من حيث الحكم هو حلال لك لكن واقعه ينكشف في يوم القيامة أنه حرام هذا يؤثر أثر تكويني في بدنك يؤثر فيجعلك تنزع إلى الفساد يأثر في النطفة الولد بعدين يطلع ولد فاسد والعياذ بالله خلي واحد يحرص يدير باله شوية لنصير جشعين إلى هذه الدرجة لنصير جشعين طيب فرع اخر رسولنا صلى الله عليه واله كما قلنا كان يجلس على الطعام يقعد قعده العبد ياكل اكل العبد وفسرت لكم في الاسبوع الماضي كيفيه ان تجلس على الطعام جلسه العبد وتاكل وللعلم هو اكثر فائده حتى من الناحيه الطبيه مقابل هذا يعني رسول الله ما كان يتكئ أثناء الطعام أبدا حين يأكل لا يتكئ تواضعا لله يقال له يا رسول الله لما لا تتكئ يقول لا تواضعا لله آكل أكلة العبد وأقعد قعدة العبد الله عوضه بماذا جبرائيل عليه السلام يصير عبد له وعوضه بشيء آخر ذكرناه في الاسبوع الماضي ان النبي الاعظم صلى الله عليه واله كان اذا ضمن لاحد الجنه الله عز وجل امضى لا ذلك له، خلص رسول الله يقول هاي الجنه لفلان الله عز وجل ماذا؟ يمضيها له، يعني ما يرد كلامه وعوضه من جانب ثالث بامر هو في غايه الاهميه، وارجو منكم من جميع المؤمنين والمؤمنات الالتفات اليه والالتزام به. شنو هو هذا الامر؟ انت حينما تاكل في بدايه الاكل ماذا تسمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وهنالك طبعا اكثر من صيغه للتسميه للعلم. مثلا من بين الصيغ المذكوره في الروايات التي حث عليها الائمه عليهم السلام حتى يكون الطعام طيبا مباركا لا يضرك بشيء تقول بسم الله على اوله واخره مثلا تقول بسم الله خير الاسماء بسم الله ملء الارض والسماء الرحمن الرحيم الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا داء وتاكل ما يصيبك شيء زين فيما بعد الانتهاء من الطعام شو تقول؟ الحمد لله صحيح؟ تحمد الله تشكر الله عليك ان تلتفت ايضا الى حمد وشكر النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم بعد الطعام. شلون؟ ما هي الصيغه؟ هنا اريدك تلتفت وياي. التفت. في الكافي الشريف نقرأ هذه الرواية عن ابن بكير قال: كنا عند ابي عبد الله عليه السلام فأطعمنا كنا عند الامام الصادق عليه السلام والامام الصادق اطعمنا قدم لنا طعام ثم رفعنا ايدينا انتهينا من الطعام فقلنا الحمد لله احنا حمدنا فقال ابو عبد الله عليه السلام اللهم هذا منك ومن محمد رسولك اللهم لك الحمد صل على محمد وال محمد. اللهم, اللهم صل على محمد, محمد وال محمد. هكذا الإمام الصادق هكذا يحمد يحمد الله يشكر الله ثم يشكر النبي الاعظم صلى الله عليه واله ويقول اللهم هذا منك ومن محمد رسولك صلى الله عليه واله. هذا الطعام الفضل فيه لله عز وجل ان وفره لك، ثم من؟ النبي الاعظم صلى الله عليه واله، احنا له عبيد. النبي الاعظم نحن له عبيد. هو سيدنا هو ملكنا هو الذي يتفضل علينا بهذا الطعام نعم هذا رزق الله ورزق رسوله صلى الله عليه واله نعم رسول الله يرزقنا كما ان الله عز وجل يرزقنا غايه ما هنالك ان رزق النبي الاعظم صلى الله عليه واله هو في طول رزق الله لا في عرضه. لا في عرضه. احفظوا هذه العباره ايها الاخوه حتى الان لما تاكلون ان شاء الله وكلما اكلتم تذكرونها. اللهم هذا منك ومن رسولك محمد صلى الله عليه واله اللهم لك الحمد اللهم صل على محمد وال محمد هكذا تقولون دائما بعد كل وجبة طعام الآن حين يسمعنا المخالف بطبيعة الحال يطلع له قرن هكذا قرون تطلع له شنو يقول يقول الشرك آه بين الرافضة عندهم شرك يقولون انه هذا فضل الله وفضل رسول الله يحمدون الله ويحمدون رسول الله يشكرون الله ويشكرون رسول الله يقولون هذا الطعام رزق الله ورزق رسول الله هذا الشرك هذا بينوا على حقيقتهم الرافضه مشركون قبوريون صفويون مجوس الحقيقه هذا التوهم او هذا الفكر الـ شلون اسميه الفكر الهابط اللي يصور الامور هكذا هذا مو وليد الساعه ترى لا تتصورون انه هذا الفكر وهذا التصور هو فقط من هذه الفرقه الوهابيه اللي في هذا العصر طلعت لا هذا قديم هذا قديم هذا من زمان الائمه الطاهرين عليهم الصلاه والسلام كان مناوئوهم من اعمده اهل الخلاف مو ناس عاديين يرمونهم بانهم مشركون لانهم هكذا كانوا يصنعون وهنالك قصه جدا لطيفه جرت بين امامنا الصادق صلوات الله عليه وابو حنيفه النعمان لعنه الله عليه إمام المذهب الحنفي هذا الإنسان اللي كان كتلة وصاخة ونجاسة وانحراف كتلة وصاخة ونجاسة وانحراف هذا ذات مرة رمى الإمام الصادق عليه السلام بأنه مشرك والعياذ بالله قال أنت أشركت بالله ليش أنا سمع الإمام الصادق يقول هذا الكلام اللهم هذا منك ومن رسولك صلى الله عليه وآله بعد الأكل شوف القصة القصة جدا مهمة هذه القصة تجدونها في كتاب كنز الفوائد للكراجكي الصفحة 196 ذكروا أن أبا حنيفة أكل طعاما مع الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهما الصلاة والسلام فلما رفع الصادق عليه السلام يده من اكله قال الحمد لله رب العالمين اللهم هذا منك ومن رسولك صلى الله عليه واله هاي العباره فقال ابو حنيفه يا ابا عبد الله اجعلت مع الله شريكا أنت تشرك بالله، تقول هذا منك ومن رسولك صلى الله عليه وسلم، لا احمد الله فقط، هذا الطعام فقط رزقك به الله عز وجل. فقال له عليه السلام: ويلك! إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: "وما نقموا إلا أن أغناهم الله" ورسوله هذا شرك القرآن هكذا يقول يقول هذا الغنى الذي توفر لكم من الله ومن رسوله صلى الله عليه واله الله اغناكم نعم ورسوله اغناكم شنو هذا الفكر السطحي الهابط الذي يعتبر أن الإنسان إذا حمد رسول الله أو شكره هذا يكون نوعاً من الشرك. إذا تقول هذا الكلام يصير القرآن الحكيم يعلمنا الشرك. نعوذ بالله. فكر ساقط جاهلي فكر متحجر هذا الفكر البكري مو فكر وهابي فقط. أيها الأخوة إحنا مشكلتنا ترى مو مع الوهابية فقط. احنا مشكلتنا مع جذور الوهابية وهي الديانة البكرية الديانة البكرية أبو حنيفة كان وهابي ما كان وهابي أبو حنيفة للعلم يعتبر على طرف النقيض من الوهابية يعتبر في آراء في منهجه ولكن أبو حنيفة كان عند هذا الفكر الفكر المتحجر الهابط الذي يعتبر هذه الأمور شركا أما الفكر الإسلامي الأصيل الذي ارسى دعائمه الائمه الطاهرون عليهم الصلاه والسلام فله نظره اخرى مختلفه كليه. قال عليه السلام له: ويلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. ويقول عز وجل في موضع اخر: ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ما آتاهم الله ومن بعد ورسوله آتاهم يعني هذا رزق الله ورزق رسوله صلى الله عليه واله في القران اكو ارزقوهم ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ورسوله أيضا يؤتينا من فضله فقال أبو حنيفة أبو حنيفة كان مسوي نفسه يعني شنو يتفقه على رأس الإمام الصادق يعني عليه الصلاة والسلام ما عرف حدوده فيرمي الإمام الصادق يقول له أشركت بالله أشركت بالله يا أبا عبد الله هكذا تقول متصور نفسه يفهم فالامام عليه السلام جبهه وصك جبهته بهاتين الايتين انه شوف كلامك هذا مناقض للقران فشنو جواب ابو حنيفه فقال ابو حنيفه والله لك اني ما قراتهما قط من كتاب الله ولا سمعتهما الا في هذا الوقت اصلا ما سامع انا. كاني اصلا ما قرات الايتين ولا سمعتهما الا الان منك الان اول مره اسمع. فقال ابو عبد الله عليه السلام: بلى قد قراتهما وسمعتهما. انت قرات هاتين الايتين وسمعت هاتين الايتين اكثر من مره ولكن شنو مشكلتك؟ ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها، أنت قلبك مكفول فتقرأ القرآن، تسمع القرآن، أما ما تستوعب لأنه الشيطان مفرخ بقلبك وقافل قلبك فما تستوعب هذه هم مشكلتنا ترى مع القوم انتم اذا تلاحظون عموما البكريه ما شاء الله كل واحد يقرا القران ويتفنن بالاصوات وبالالحان وبالاطوار وبالمقامات ويهز يمين ويسار هو يهز وذولا اللي قاعدين يقولون الله الله ما شكل اما شنو الفائده على قلوب اقفالها ما يستوعب ما يستوعب القران ما يتدبر في القرآن ما يدرك حقائق القرآن والله وبالله لو واحد حقيقة يدرك القرآن الحكيم ويتدبر فيه يوالي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام القرآن هذا يرشدنا إلى آل محمد صلوات الله عليه فالذي يعرض عنهم مع أنه يقرأ القرآن ويسمع القرآن هذا على قلبه قفل قال له بلى قد قراتهما وسمعتهما ولكن الله تعالى انزل فيك وفي اشباهك ام على قلوب اقفالها وبعد ماذا انزل فيك وفي اشباهك وقال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قلوبهم صارت قلوب ملوثه رين اكو عليها خلاص بسبب ماذا؟ بسبب ما كانوا يكسبون من اكل الحرام ابو حنيفه كان ياكل حرام من الانحراف من الحسد من العداوه لاهل البيت عليهم السلام، من هذه الذنوب والاثام يصير اكهرين على قلبه فما يستوعب القران فيقع في هذه الانحرافات العقديه والدينيه الى ها هنا تبين لنا مجموعه من الامور نرجو الالتفات اليها واهمها هو ضرورة أن يقول الإنسان المؤمن هذه العبارة بعد كل طعام يتناوله يقول اللهم هذا منك ومن محمد رسولك صلى الله عليه وآله اللهم لك الحمد صل على محمد وآل محمد, محمد صلي